تحية صباحية طيبة لكم مشاهدي التغيير أينما كنتم. حلقة جديدة من بلا عنوان. بلا عنوان اليوم عنوانها وزارة الداخلية وتحديدا دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة. هذه الدائرة اللي هي مهتمة بإعلام الوزارة بالإضافة إلى التواصل مع القنوات الإعلامية وتوفير الخدمات الإعلامية للقنوات كافة. راح نركز اليوم على عمل هذه الدائرة وتحديدا أيضا نركز على موضوع مكافحة الشائعات وقسم مكافحة الشائعات في هذه الدائرة. لذلك موضوع الشائعات اليوم موضوع مهم، خصوصا أنه البلد دائما يمر بأزمات، وفي كل أزمة من هذه الأزمات هنالك مجموعة من الشائعات يتم تناقلها يعني عبر وسائل التواصل الاجتماعي وما إلى ذلك. لذلك احنا اليوم راح نسلط الضوء على عمل هذا القسم، موضوع مكافحة الشائعات، فخليكم ويانا. إذن مستمرين من داخل وزارة الداخلية وتحديداً قسم العلاقات العامة والإعلام حتى نطلع على عملهم اليوم. راح نلتقي بالعميد نبراس علي اللي هو مدير قسم مكافحة الشائعات. صباح الخير. صباح الخير عليك وعلى كل مشاهدي قناة التغيير، شرفتونا اليوم في دارة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية. بالحقيقة قسم محاربة الإشاعة هو قسم مهم، وإذا فد نظرة بسيطة أنه نتوجه لسيد مدير دارة العلاقات والإعلام الدكتور سعد اللواء سعد معن، فحتى يعطينا فد نبذة مختصرة. ويعني بنفس الوقت صدفة اليوم كانت عندهم محاضرة عن ورشة عمل مع منظمة اليونسكو لحقوق الصحفيين والصحفيات، إذا ممكن نتوجه حتى يعطينا فد نظرة الموضوع اللي يتم في إدارة العلاقات والإعلام اللي تعمل بشكل ليل ونهار بشكل دوري على إنشاء مثل هكذا ورش تخص الصحفيين وباقي طبقات المجتمع. تفضلوا. أهلا وسهلا بكم. السلام عليكم. طبعا ورشة في وزارة الداخلية قسم العلاقات والإعلام تخص يعني حقوق الصحفيات وحماية الصحفيات مع اليونسكو. السيد اللواء سعد معن هنا داخل هذه الورشة أو المحاضرة اللي من خلالها جامعين عدد من الصحفيات بالإضافة إلى وجوه من الوزارة. احنا استمرار برامجنا مع اليونسكو، اليوم راح نركز على موضوع مهم اللي هو الحماية والوقاية والمتابعة القضائية. هنا احنا من المستهدفين صحفيات، وانتم باعتباركم جهه تنفيذيه، هذه الجهه التنفيذيه هي وزاره الداخليه اللي هي ذات التماس المباشر بعمل الاخوه الاعلاميين والاعلاميات. لكن ورشتنا لهذا اليوم ركزنا فيها على العنصر النسوي باتجاهين، اتجاه العنصر النسوي العامل في وزاره الداخليه وعنده تماس مع عمل الاعلاميات شيء، والشيء الثاني الإعلاميات اللي موجودات في الحقل الميداني في العمل. قبلها أكثر من ورشة مع اليونسكو، وأيضا مشكور دكتور ضياء، واليونسكو كانت سلسلة ورش عمل مع الأخوة الإعلاميين في قضية حماية الإعلاميين ومنع الإفلات من العقاب بالنسبة للإعلاميين. احنا اتفقنا قبل ساعة، ودكتور احمد ايضا كان وياكم عميد احمد، واتفقنا على موضوع انه الحريه والديمقراطيه وكيفيه التصرف فيها وحريه الراي، والعراق يعني يعتبر من الدول المتقدمه في هذا الموضوع، ولكن احنا كنا نتكلم عن الاطار في شلون نتصرف بالحريه بالاطار الدستوري الحقيقي، ومتى تقف حريتنا واين تبتدئ حريه الاخرين. يعني اذا في انا اريد البنات يحتون يعني الشطابطات، فهذه نوجه سؤال لهم وهم اثناء الاجابه تصورون. قبلها يعني اريد ويا حضرتك نتحدث، يعني يا ريت شوي نتقدم. سياده اللواء، اليوم هذه الورشه وتختص بموضوع الصحافه، يعني مدى اهميه الصحافه واهتمامكم كوزاره الداخليه وكدائره العلاقات والاعلام في هذا الموضوع، خصوصا احنا نلاحظ البلد يعتبر يعني كما يقال من أسوأ الدول في موضوع الصحافة وعلى الصحفيين. لا لا، أنا حقيقة ما أتفق وياك، إنه يمكن إحنا اليونسكو ويانا حضرتنا اليوم العراق الآن هو في الليفل الثاني، وممكن إن شاء الله يعني يكون ستيب فورورد، و
نكون ان شاء الله ضمن احنا بانتظار تشريع او امر يمكن ديواني ان شاء الله بصدوره نكون ضمن 7 أو 8 دول متقدمه في موضوع توفير البيئه الامنه. نعم قد يكون بيئه حروب ونزاعات، ولكن وايضا كنا نتكلم مع الاخوات الضابطات انه العراق فيه كم واسع من الحريه والديمقراطيه وحريه الراي، ولكن نعم توجد هنالك المخاطر. اليوم تلاحظ ان الحكومه العراقيه ابتداء من سيد رئيس الوزراء الى السيد وزير الداخليه الى الوزاره عندها رغبه حقيقيه في العمل في توفير البيئه الامنه للاخوه الاعلاميين، والدليل اليوم حريه الراي في العراق نعتقد مثاليه لو قورنت بالكثير من دول المنطقه او على مستوى دول العالم، ولكن نحتاج الى فهم وادراك انه ما هي حريه الراي وكيف تكون ذات اهميه وجدوى. هذا الشيء. الشيء الثاني اليوم اخواتنا الاعلاميات احنا نتكلم على قضيه الحمايه والوقايه، لذلك هم يعني يستوعبون قصه انه كيف نحمي الاعلاميات وكيف نعمل لهم الوقايه من الاذى او غيره من التفاصيل. هذا الموضوع طبعا لا ينتهي عند هذه المحاضره. عملنا ويا اليونسكو وايضا يعني لدينا تواصل مستمر مع منظمات المجتمع المدني وايضا مع نقابه الصحفيين وحتى مع هيئه العامه للاتصالات، انه هذا الموضوع يبقى بتواصل. يعني اليوم هي تدخل محاضره راح تكون عندنا ملازم، حتكون عندنا كتب، راح تكون عندنا لينكات مستمره معاهم واستمراريه التعاون. يمكن هذا اخر انتاج اللي كان عندنا هو كتيب صغير بحجم صغير كسر حاجز الصمت، هذا دليل استرشادي وزعناه للاخوه والاخوات الاعلاميين ذات الوقت الى القوات الامنيه خاصه اللي موجودين على تماس في الميدان. هذا الكتيب فيه كثير من التفاصيل في المبادئ الرئيسيه، شلون اتعامل اني كرجل امن مع الاعلاميين او الصحفيين وبالعكس. نعم سياده اللواء، هاي النقطه بالذات تعامل رجل الامن عندنا عليها ملاحظات صراحه. احنا يمكن برنامج وكاعلاميين كصحفيين متواجدين بالميدان يعني يوميا، مرات نتعرض الى تصرف فردي من رجل امن تحدثنا كثير وياهم، يطلبون مثلا كتاب عمليات بغداد. ومع العلم حضرتك انت من اعلن اول شيء يمكن قبل سنوات انه الغي كتاب عمليات بغداد ويتم نعم. يعني انا اجاوبك من نحب نكون سؤالك انت. نعم نريد تعميم بهالموضوع. تصرف فردي نعم. قياده العمليات المشتركه واضحه بتوجيهها، وايضا قياده عمليات بغداد الاكتفاء فقط بالهويه الخاصه بالاعلاميين. ولكن بعض الاحيان هناك تغطيات خاصه، يعني انت جنابك تريد تسوي تغطيه على مديريه الجنسيه، وبالتاكيد يكون كتاب تسهيل مهمه مو في عمليه وجودك في الشارع او التغطيه، لا 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 دخولك الى هذا الموضوع. بعض الاحيان انت واحد من زملائنا الاعزاء نكتفي بالتليفون انه انا بدي اسوي تغطيه في موضوع معين، ويعني الاجراءات سريعه وما بها اي اشكاليه. سياده الدكتور احنا نشهد يعني نشهد انه احنا برنامجي بلا عنوان اكثر من مره احنا صورنا بالجوازات بالجنسيه في عده مناطق بالمرور، اكو تعاون وهذا نذكره دائما، لكن اقصد بالشارع الميداني، يعني احنا بنصور في منطقه مثلا يعني شعبيه او ناس مواطنين بدنا نلتقي بهم، يجيك رجل الامن يوقف التصوير يوقفك. احنا شوف هذا الموضوع، عندنا عميد احمد، عندنا دكتور احمد هو مدير قسم التوجيه المعنوي. نعم. وايضا مهتم في جانب سلوك المنتسبين والضباط، لذلك عندنا فرق جواله، هو يمكن جزء من واجبه هو التركيز على الولاء الوظيفي، ولكن في ذات الوقت ايضا هو اعطاء المهارات بالنسبه للاخوه قواتنا الامنيه في الشارع، هذا مستمرين به طبعا. ايضا عميد نبراس على قسم مكافحه الشائعات مستمرين في هذا الموضوع. اليوم تغطيتنا راح تكون معاكم على ان شاء الله الشائعات. نعم. الله يخليك. فهذا الموضوع احنا ما هامليه وما ننكر انه قد تكون تصرفات شخصيه. نعم. تدري انت مو كل المنتسبين هم بثقافه واحده. أكيد. لكن كاجراءات سياقات عمل ابتداء يعني مثل ما قلت لك من السيد وزير الداخليه الى القاده الى يعني وكلاء والقاده للكل، توجيهات واضحه بتسهيل مهمه عمل الاعلاميين. لذلك احنا عندنا يمكن من سنتين انفردت دائرة علاقات واعلام في موضوع السيطره، عندنا السيطره اللاسلكيه. يعني رجل الاعلام حاله حال النجده والمرور والسيطره تعمل 24 ساعه، لذلك اي موضوع اني مباشره يصير النداء. طبعا السيطره تغطي كل العراق، وبالتالي كل مدراء الاعلام وشعب الاعلام والاقسام هي موجوده مرتبطين معنا، والشرطه المجتمعيه مرتبطين معنا، ونحل المشاكل بصوره يعني سريعه بدون منه تتعقد الامور. اظن يحتاجون الى تعميم جديد.
يعني بصراحه هذا اللي نشوفه، لان احنا تكرر معانا الموضوع هذا. انا اي اتصال يعني ما تقصرون معين ان شاء الله. انا ايضا بدي نعم. يكون لقاء مع الضابطات يعني، وخلينا نشوف لو تتفضل يمنا يعني هم جالسين. نعم يعني هم جالسين. الموضوع يعني السلام عليكم. اول شيء حضرتك عرفينا بحضرتك والقسم اللي تعملين به بالداخليه. طبعا كلهم هم يعملون بشعب الاعلام. نعم شعب الاعلام ملازم مؤول رشا. نعم ضابط في العلاقات والاعلام. نعم قامت وزاره الداخليه هذه الدوره التدريب قامت وزاره الداخليه هذه الدوره التدريبيه استجابة للمخاطر التي تتعرض لها الصحفيات لتوفير الحماية الكافية للنساء التي يعملن في هذا المجال. إن شاء الله هناك من خلال التعاون بيننا وبين منظمة اليونسكو تنحل هذه المشاكل، وإن شاء الله يكون هناك تماس مباشر بيننا وبين الصحفيات، سواء كان من يعني حل مشاكل ابتزاز إلكتروني أو ابتزاز مباشر كافة طرق. جهودكم مشكورين عليه أكيد. اليوم الكل بحاجة إلى وجودكم كداخلية وكقوات أمنية تحمي الصحفي وتحمي المواطن. شكرا لك. أتمنى هم يعملون بالإعلام. نعم. أتمنى نعم. حقيقة هم في شعب أخرى. نعم. ولكن هم على تماس يعني بالعمل. إحنا الفلسفة اللي عندنا بالتعاون أيضا مع اليونسكو إنه ننضج العقلية بالنسبة للضابطات، لأن ممكن هي تكون في هذا العمل ولكن توكل إليها مهمة إعلامية ضمن مناسبات معينة، أو ممكن يعني ضمن التدرج الوظيفي تكون هي مسؤولة قسم أو شعبة إعلامية. لذلك أيضا هم البعض منهم يتلقون هذه المعلومات، والحقيقة أيضا شفنا تفاعل من عندهم في هذه القضية ويعني في القضايا المتعلقة بأيضا الثقافة العامة يعني الحرية الديمقراطية الوضع الدستوري وغيره. نعم احنا نشكركم سيادة اللواء ونتمنى النجاح لكم الجميع الصحفيين واللي يعملون معك في قسم العلاقات والإعلام، أن تسلطون الضوء وتلتفتون لهذا الموضوع، موضوع العناية بالصحفي بكل تفاصيله. هذا بصراحة يذكر ويحسب لكم ونشكركم عليه. احنا اليوم راح نتوجه مع العميد نبراس نتحدث على موضوع الشائعات، واللي هي الحقيقة اليوم موضوع الشائعات أيضا مهم أنه نسلط الضوء عليه، وراح نلتقي أيضا بالمواطن نتحدث عن موضوع الشائعات. فأريد شيء بسيط منك على موضوع الشائعة اليوم وشلون مكافحتها، وأنتم خصوصا مخصصين قسم محدد لمكافحة الشائعات. يعني هذا القسم كانت الولادة إلى الحقيقية في العام 2014 أمان الأوضاع الأمنية في داعش الإرهابي وما حدث من تداعيات، وكان الكل يعرف أنه كان سببها استخدام داعش الإرهابي للحرب النفسية باتجاه المواطنين والقوات الأمنية، وأيضا البروباغاندا والشائعات اللي استخدمت بطريقة أو بأخرى. على كل حال هذا الموضوع استفادينا منه، ومباشرة تم تأسيس قسم مكافحة الشائعات، وتم يعني حقيقة تطوير مهاراتهم، ولازلنا طبعا التدريب لا يقف أبد، يعني فوق كل ذي علم عليم نستمر احنا في عملية التدريب. القسم الآن أصبح مهم جدا، عندنا موقف يومي للشائعات، الرصد ميداني وإلكتروني، وهم أيضا عندهم جروبات، كل واحد منهم عنده مجموعة من الجروبات يستمع إلى الشائعات اللي تكون في الشارع وأيضا الرصد الإلكتروني، ومباشرة نقوم بعملية يعني الإجابة، بعض الأحيان إجابة مباشرة، بعض الأحيان ننتظر يعني حسب نوع الشائعات، هل هي غاطسة، هل هي يعني شائعات أمنية أو شائعات مهددة للوضع العام. لكن احنا الكلاسيفيكيشن اللي عندنا هو باتجاهات شائعات تخص الوضع الصحي، شائعات اقتصادية، أمنية، سياسية، اجتماعية. على ضوها ايضا يكون التصنيف الثاني اللي هي هل هي هذه شائعة سبق وان كانت موجودة مروجة ام غيرها. بعض الاحيان هناك شائعات الحالمة او البيضاء او ما شابه ذلك. على كل حال نقوم بعملية الرصد ومن ثم المعالجة واعطاء ايضا الجهات الأمنية ذات العلاقة او الوزارة ذات العلاقة هذه الشائعات. يعني العميد نبراس مثلا احنا بلشنا في موضوع تعاون مع وزاره الصحه. نعم. على سبيل المثال. نعم. هذا موضوع مهم جدا خصوصا بالفتره الحاليه. نعم القضايا الامنيه ده احنا يعني الاخوه في وزاره الدفاع والداخليه وقيادات العمليات المشتركه احنا جزء من عندهم. نعم. فهذا الموضوع احنا ايضا متواصلين معه، وقضيه الجريمه الاقتصاديه تعرف هي جزء من عمل وزاره الداخليه، فهذا ايضا يكون على تعاون وتنسيق. ورجانا انه بالنسبه لهذا الموضوع المهم
لكل المتابعين، خلينا نتأكد من المعلومة قبل ما نصدقها، خلينا نذهب ونتجه إلى مصدر المعلومة قبل ما نصدقها ونروجها لأن مشكلة حقيقية أنه مباشرة نسوي فورورد لمعلومة وأنت ما تعرف شنو مضمونها. بل أنا أجزم أنه على الأغلب الكل لم يدقق ويتمعن في قراءة الموضوع أو الفيديو أو يركز عليه. يعني إحنا قبل أيام كان عندنا شائعة في شرطة البصرة المرور، هذا الموضوع كان قبل حوالي 6 أو 8 أشهر، وتم اتخاذ، كان أكو اعتداء على رجال المرور ووزارة الداخلية اتخذت كل الإجراءات مباشرة، ولاحظنا أنه هذا الموضوع أعيد من جديد. ويعني تقريبا يعني أنا من الناس ممكن وصلتني حوالي 80 إلى 90 رسالة في نفس الموضوع من جهات مختلفة ومن أشخاص. ويعني طبعا هنا أنا أيضا خلينا نعطي للعقل شوية فكر، يعني التفكير والتحليل. إحنا يعني إحنا في نهاية الشتاء، الفيديو كان واضح إنه الملابس صيفية ويقول لك حدث الآن. هنا أنا لو شوية نفكر بالموضوع ونقارن المناخ مع الملابس مع اللي نعيشه اليوم، لا ما كان اكو عمليه يعني ترويج وفروده للهاي. وان شاء الله انتم ايضا حتكونون جزء من عمليه التثقيف في والتوعيه في موضوع مضار مكافحه الشائعات او الاشاعات. الاشاعه الثانيه الطفل اللي كان مخطوف على اساس مخطوف حضرتك انتقلت له بايام الزياره، هم ايضا فن نعم ايضا كان بمشكله. وان شاء الله موفق في جولتك في دارتك. نعم شكرا سياده اللواء، راح نبقى مستمرين مشاهدينا في برنامج بلا عنوان وحلقتنا اللي تخص مكافحه الشائعات، وننتقل مع العميد نبراس، خليكم ويانا. اذا احنا في قسم مكافحه الشائعات في اعلام وزاره الداخليه راح نتعرف على موضوع الاشاعه ونتحدث ايضا مع المواطن بالشارع على هذا الموضوع في جوله ميدانيه، لكن خلينا نتعرف على اقسام او الشعب اللي تعمل ضمن قسم مكافحه الشائعات. سياده العميد استاذ مازن، عندنا قسم وقسم مهم هو متابعه المواقع الالكترونيه، اللي يقوم به على مدار 24 ساعه بمعرفه الأمور التي تحدث على المواقع التواصل الاجتماعي. احنا عندنا الإشاعة بشكل عام هي تأثير سلبي على المجتمع، تؤدي إلى إثارة البلبلة والاضطرابات، وخصوصا تستغل الأوضاع الغير اعتيادية اللي موجودة داخل البلد، وهي عامل مهم وأيضا موجودة منذ الأزل، وهي عامل بين الخير والشر. وهنالك توجيه من قبل معالي السيد وزير الداخلية المحترم والسيد مدير العلاقات والإعلام اللواء دكتور سعد معن الذي أوجزك بخصوص الإشاعة وما لها من تأثير على الأفراد المجتمع، وخصوصا في هذه الأيام، هي أيام غير اعتيادية تمر على البلد، ونشطت الإشاعة وخصوصا عند وجود مواقع التواصل الاجتماعي بكثرة، وأيضا الثورة الإلكترونية والعالم السيبراني اللي تنشط به الإشاعة من عوامل مهمة في هذا الموضوع. عندنا المواقع الإلكترونية، عندنا موجود عندنا موقع إلكتروني خاص بالإشاعة، إذا أمكن مقدم ليت الموقع الإلكتروني اللي مكتوب عليه الإشاعة، هذا موقع رسمي تابع إلى قسم دارة العلاقات والإعلام، قسم الإشاعة مكتوب لا للشائعات. هذا إحنا من ضمن إحدى المعالجات الإشاعة هو وجود منافذ إلكترونية تكون سهلة للمواطن لغرض التصديق، يعني تصديق الخبر أو السؤال عن الخبر. متابعة دائما من ضمن أحد المعالجات للإشاعة هو وجود القنوات الرسمية الصحيحة التي تنقل الأخبار، والذي يستطيع المواطن من خلال هذه المنافذ التحقق والتمحص لوجود أي خبر يحب أنه يتحقق من عنده. دارة العلاقات والإعلام وقسم الإشاعات بسطت الإجراءات للمنتسبين، وحبينا نسلط الضوء عليه من خلال أيضا قناتكم الموقرة بوجود موقع خاص للشائعات، هو موجود على مواقع التواصل الاجتماعي، يعمل على مدى 24 ساعة، يستقبل الأجوبة وأيضا نقدر نعطيهم المعلومات الصحيحة بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة اللي ظهرت عليها الإشاعة. وايضا وجود هنالك خط ساخن اللي هو يعمل ايضا على مدى 24 ساعه، اللي هو 0781 0781 888 7977. هذا ايضا خط ساخن لقسم الاشاعه، نعمل ايضا ليلا ونهارا على هذا الموضوع ونفند
بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لأن أنت إذا تريد تفند سواء كان في وزارة الداخلية إحنا مسؤولين على هذا الموضوع وتكذيب الإشاعة، ولكن بالتنسيق مع الوزارات الأخرى مثل الناطقين الإعلاميين أو الجهة المستهدفة من الإشاعة بورود أخبار رسمية وموثوقة حتى نظهرها للإعلام ونظهرها للمواطن اللي يتحقق منها من خلال موقعنا اللي موجود. أيضا عندنا منافذ أخرى على التليجرام والإنستغرام وكل المواقع السوشيال ميديا المميزة، إحنا عندنا بصمة بها كقسم الإشاعة حتى تكون نافذة للمواطن ويكون تسهيل لعملية الحصول على المعلومة، لأن هي الطريق الصحيح والطريق الأوسع، وأيضا الطريق أنه اللي يقضي على الإشاعة وأدهب في مهدها. نعم، يعني هذا القسم يتم من خلال رصد الشائعات اللي موجودة على وسائل التواصل الاجتماعي، وبعدها يتم تحليل هذه الأخبار الكاذبة وتفنيدها من قبل هذا القسم في وزارة الداخلية، بأن يتصلون بالجهة الرسمية اللي تختص بهذه الإشاعة حتى يتبينون الخبر الحقيقي، كتوضيح مبسط لعمل هذا القسم. راح نكون أيضا مستمرين مع العميد نبراس علي في جولة أيضا في للتثقيف عن هذا القسم، ونشوف رأي المواطن ورأي الشارع بالإشاعات، خصوصا أنه هذا الموضوع هو على تماس مباشر مع المواطن بالشارع. البلد يعيش في أزمات مستمرة، في مشاكل سياسية اقتصادية مالية صحية أمنية، لذلك يعني أجواء خصبة لانتشار الشائعات، فمسؤولية تقع على كاهل هذا القسم في تفنيد هذه الإشاعات. لذلك هنكون وياك سيادة العميد في جولة حتى نتعرف شلون تتعاملون ويا الناس. احنا قسم اخر عندنا في شعبة اخرى، عندنا في قسم الإشاعة هي المتابعة الميدانية. نعم، تستمر. هسه راح نتوجه انه نوضح للسادة المشاهدين كيفية عمل هذه الشعبة. نعم، المتابعة الميدانية بالرصد ايضا. نعم، والتثقيف. نعم، توكل. نعم. يلا، اذا موضوع الإشاعة اليوم احنا في بغداد من منطقة الكرادة تحديدا راح نتحدث بها ويا الناس ويا الشباب، خصوصا اللي هم يمكن على تواصل اكثر في وسائل التواصل الاجتماعي، واللي هم دائما يعني يطلعون على البوستات اللي يعني تظهر جديدة، ان كانت اشاعات او ان كانت اخبار حقيقية. فشنو وجهة نظركم بموضوع الاشاعة اليوم؟ انت من تتابع يعني صفحتك وتشوف خبر تشك بي. شك بي طبعا. نعم، مثل فيس انستا، يعني السوشيال ميديا بشكل عام دائما اخبار، بس مو كلية اكيدة، فما اثق به، دائما ادور على مصادر اكيدة يعني في الشركات في قنوات الاخبار. هي زين، تسوي كوبي بيست راسا وتنشر الموضوع انت حتى لو متاكد منه؟ لا لا، اذا ما متاكد من الموضوع ما نشره. نعم، زين. الاشاعة اليوم سمعت مثلا شيء صدقته بالبداية بعدين بين انه هو اشاعة؟ صارت وياك؟ صارت وياي. نعم، اكثر يعني صارت وايد صراحه، بس هذا انا شفت انه يعني اغلب الاخبار على السوشيال ميديا ممكن واحد يصدقها، لذا شفت انه اروح على قنوات اخباريه ممكن احسن. بس حتى لو شفت انه قنوات اخباريه دائما يكون عندها اخبار ملفقه، وبعدين حتى بتنزل اعتذار لانه احنا صار الخبر لو شيء، حتى يظل على موجود على صفحتهم على المواقع مالتهم. لذا شفت انه مثلا سي ان ان، البي بي سي، مواقع افضل عالميه، فيكون طرح مواقع موثوقه بالنسبه لك. سياده العميد، ويانا العميد نبراس ايضا مستمرين في هذه الجوله. شلون الصحه؟ شلون اخباركم؟ احنا نعرف الشباب هم يمكن الشباب هم الشريحه الاكثر تعامل بهذا الموضوع، لان احنا مثل ما اسلفنا انه السوشيال ميديا وانتشار السوشيال ميديا وخصوصا مواقع التواصل الاجتماعي انه اكثر الاستخدام بالنسبة لهذه المواقع هم الشباب. فمن ضمن الأنواع اللي موجودة اللي تستهدف المجتمع هي إشاعة الكراهية، وأيضا هنالك إشاعات أخرى تصدر من فراغ يعني ما معروف مصدرها، وممكن أنه للشباب يتداول فيما بينهم، وخصوصا عندنا موضوع أنه بعض أصحاب المواقع هنالك لغرض زيادة عدد المتابعين، فيقوم بالبحث عن كل ما يثير هذا الموضوع ويثير الشباب المتعلق بحياة الشباب، وسواء كان انه سلبي او ايجابي ما عنده ذات الاهميه، مجرد زياده عدد المشاهدات. يقوم بعمل كوبي بيست
للموضوع بدون التمحيص والتدقيق بهذه المعلومة، يولد لنا انه إشاعة تنتقل من فرد الى اخر. احنا حبيت ان اتكلم ويا شبابنا، السلام عليكم. احنا موضوعنا موضوع الإشاعة مثل ويانا قناة التغيير. الإشاعة تستهدف المجتمع العراقي وايضا زعزعة العائلة والفرد بخصوص انه بث المعلومات المسمومة والمغلوطة، ويقوم مع الأسف انه بعض انه قلة الوعي وقلة الثقافة يقوم بنسخ هذه المعلومات وتنتشر بشكل سريع بمواقع التواصل الاجتماعي. اكو بعض الأحيان انه وصلت حد انه تهدي، يعني وصلت اكو بعض آثار للإشاعة هو آثار القتل، انه إشاعة اذا كان على أنثى او اذا كان على شخص يعني شاب، انه بعض المعلومات المغلوطة لغرض الكراهية والحسد في بعض الأحيان، يشوف أنه إنسان مثقف أو لامع يبث هذه السموم عليه حتى أنه من ناحية الحسد والكراهية يسبب له بعد أنه انقضاء الإشاعة أو تفنيد الإشاعة لها آثار نفسية بالمستقبل البعيد فتأثر عليكم. أنتوا سؤالي لكم، شلون تحصل على المعلومات اليومية من القنوات الإعلامية، من مواقع التواصل الاجتماعي، من الإذاعات المقروءة المرئية أو المسموعة، من الصحف، شو تحصل على معلوماتكم؟ بصراحة أنا أشوف أنه مثل ما قلت حضرتك أنه أهل البيجات يحاولون يتصيدون عواطف الجماهير فينشرون المواضيع اللي ممكن تثيرهم وتخليهم يتفاعلون على مثل ما قلت حضرتك على مود يحصلون المتابعات والتحفيزات مثل اللايكات وغيرها. والمصادر اللي ممكن تاخذ منها معلوماتك هي يعني للاسف حاليا مصادر المعلومات اللي ممكن تاخذ يعني تاخذ منها معلوماتك الموثوقه كلش قليله بالوقت الحاضر، بس ممكن تقول انه القنوات الاخباريه اللي تقدر تقول عليها موثوقه بس هي هم مرات تنشر اشياء يعني اشاعات للاسف. انت هسه كمواطن يعني سؤال سيد العميد، انه من تجي تسمع خبر منين تتوجه حتى تتاكد منه؟ مثلا اقرب جهه رسميه. جهه رسميه بالضبط، اقرب جهه رسميه ممكن اوصل لها. عندنا نقيب حيدر هو مسؤول المتابعة الميدانية، لكن هم يتكلم أيضا لازم كابو بخصوص البروشورات اللي يتم توزيعها اللي للإشاعة. كنت تكلم لنا نقيب حيدر على هذا الموضوع. سيادة النقيب، اليوم أنت على تماس مباشر مع المواطن وخصوصا يمكن فئة الشباب، شنو نوع التوعية اللي يقدموها كبروشورات؟ شنو المادة المحتوى اللي بيها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، نشكر قناة التغيير على هذه الفرصة تحت بالنسبة للقسم اللي أغلب المجتمع يعتقد يمكن ما عنده اطلاع على هذا الموضوع. أنا أضاف السيد العميد، هي الإشاعة أحد أدوات الحرب النفسية. إحنا هسه نستهدف نحكي على موضوع الإشاعة. الإشاعة هي تستهدف أغلب الأعمار شبابنا الواعي إن شاء الله. بالنسبة للإشاعة مضمون القسم، اما بالنسبه للتوعيه حسب الـ يعني المجتمع اللي مر بي، اذا كانت توعيه بالنسبه للكوفيد 19 اي ميدانيه، يعني بالنسبه للاشاعات المتداوله اذا كانت صحيه امنيه، كل شيء احنا نحاول نفند هاي الاشاعات. المحاور اللي تفضل ضمن احدى المحاور اللي هسه احنا طالعين عليه انه المتابعه الميدانيه، نكون في تماس مباشر مع الشباب، مع اصحاب الاسواق، مع المواطن وجه لوجه. نعم. فناخذ من عندهم دائما آراءهم مرات احنا حتى نقدر نبني خططنا. نعم. بخصوص انه نوصل انه الاشاعات اللي موجوده خلال هذا اليوم يا هي صارت اكثر مثلا الاقتصاديه او المجتمعيه او السياسيه او ما شابه ذلك من الاشاعات الاخرى. نعم. فنحللها ونضع دراسه على اليوم التالي انه حتى نقدر انه بمساعده ايضا منظمات المجتمع المدني او الانسان المثقفين عده ندوات استغلينا، ولكن بسبب وضع الجائحه انت تعرف جنابك انه ما قدرنا انه شويه نتواصل لان على مود التباعد وتطبيق تعليمات اللجنه العليا للصحه والسلامه. فاحنا دائما كنا نستغل يطلعون الاخوه الضباط والمنتسبين على الكليات والمعاهد، وايضا استغلال التجمعات والمناسبات الرسميه كان انه ايضا دور كبير في زياره الامام موسى الكاظم عليه السلام في المرحله السابقه. نحن مستمرين وهذا هسه جزء من عملنا اليومي. نعم. انه العمل الميداني. نعم. احنا سالنا الشباب فدائما هاي تسجل عندنا بيانات احصائيه تغذيه عكسيه او في نعم. بالضبط. نعم. فاحنا نرجع العوده الى سؤالنا للاخوه انه
نصيحتنا هاي بعض من البروشورات اللي توضح انه للإشاعة بعض متنوعة. اسأل، احرص على السؤال من المصدر الخبر قبل نقله. العراق أمانة في أعناق أبنائه. اسأل، حملات متنوعة وبروشورات متنوعة توضح بي انه بشكل رسمي انه المادة القانونية، فاتنا نذكر انه المادة القانونية هي 179 سنة 69، قانون 111، قانون العقوبات العراقي، اللي تحاسب على مروج الإشاعة أنه يكون بالحبس مدة لا تزيد عن 10 سنوات، وبها أيضا الخط الساخن. هاي الإشاعات الإلكترونية أيضا هي يمكن أكثر شيء حاليا متنوعة، وأيضا اعتمدنا أنه حتى تكون بشكل مبسط حتى تصل للمتلقي. هاي في شكل يومي إحنا نوزعها لكافة طبقات المجتمع، سواء كان على المستوى الشبابي أو ما شابه ذلك. نستمر أيضا بجولتنا. نشكر للشباب رسالتنا لكم. نعم تفضل. نعم، اعتقد ان شريحه الشباب هي اقل من تعرض لهذه الاشاعات، خاصه ان هم الكبار بالسن ما عندهم علم التكنولوجيا الكافي حتى يشوفون الاخبار بالانترنت، فهم يتعرضون خاصه مثلا المراسله على الواتساب وفايبر غيرهم، اكو اشاعات هوايه النقل عليها عكس مواقع التواصل الاجتماعي، لان الشباب يلاحظون وعندهم خبره تكنولوجيه اكبر من ملاحقه هاي السوالف. هذا كرأي شخصي. احنا دائما انه صح انه شباب يوقعون بهالنقطة، لكن اعتقد انه الشرطة من واجبها بانه تراقب الصفحات الكبيرة، لان هي تروج الاشاعات، خاصة انه هي ويا تماس كلش انه هاي الصفحات تروج على اشخاص، خاصة البنات اللي انه ممكن يتعرضن القتل حتى بسبب هاي الاشاعات. فيعني اتوقع انه اذا يصير مراقب على الحسابات الكبيرة افضل. قسم وضحنا به قسم متابعة المواقع الالكترونيه، قسم اخر للتحليل، قسم اخر، ولكن هذا قسم احنا يعني شعبه عندنا متابعه الميدانيه. هسه احنا طالعين بالشارع بدنا نغطي هذه الامور. اتمنى انه تكون رسالتنا وصلت لكم، انه خلي الخبر يمك ويوقف، يعني من يصير خبر حتى لا تكون انت ناقل تعرض نفسك للمساءله، حتى تساهم بانقاذ ارواح، تساهم بانه يكون الراي العام لشبابنا أصدقائك، لأن أنتم في اعتيادي عندكم أصدقاء مشتركين وياكم. أتمنى اليوم تنزلون بوست أنه وزارتنا قسم مكافعة الإشاعات في وزارة الداخلية، دارة العلاقات والإعلام، وضحونا أنه الإشاعة شنو الأثار اللي تسببها عند فئة من الشباب، البروشورات اللي نوزعها، الخط نشروها أيضا على مواقع. أتمنى أنه تبدأ من عندكم، وإحنا مستمرين بهذا الموضوع، وإن شاء الله الأمن والأمان، وإن شاء الله شباب واعي ويكونون بانين لمستقبل العراق بخطوات ثابتة.